الجهاز التناسلي للذكر. في الذكور خارج التجويف البطني يوجد كيس صغير يشبه تركيبا عضليا يسمى كيس الصف. درجة حرارة كيس الصفن غالبا 1 إلى 3 درجات مئوية منخفض عن حرارة الجسم ليزود حرارة أفضل لتكوين أمشاج. يتعين داخل كيس الصفن العضو التناسلي الذكري الأولي، زوج من الخصية، وظيفته لتنتج أمشاجا وهرمون الذكورة تستوستيرون. من كل خصية ينشأ أنبوب طويل يسمى القناة المنوية، تشترك مع قناة تأتي من مثانة بولية ليكون أنبوبا مشتركا يسمى الإحليل. الإحليل مطوق من الداخل بتركيب عضلي سميك يسمى القضيب، الذي يفتح إلى الخارج عبر مسام عضو تناسلي ذكري التي هي فتحة مشتركة للبول والأمشاج.